السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة صحفية مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من صحيفة صوت العراق ونقرأ منها مقالا للكاتب عزيز حميد مجيد بعنوان من يشتري دولارات البنك المركزي. إذ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة الدولار الأمريكي في الأسبوع الماضي أكثر من 800 مليون دولار، وبذلك أثبت البنك المركزي منذ سنوات أنه يبيع العملة الصعبة لمجموعة معروفة ومشبوهة ترتبط بالأحزاب المتحاصصة، وبعضها يرتبط بأشخاص في الأردن ودبي ودول أخرى بإسناد بنوك تلك الدول مقابل أرباح قد تصل إلى النصف بعد المداورة، وكذلك في لبنان وسوريا من خلال شركات وهمية بلغت حسب التسجيل الرسمي 450 شركة. وكانت أكبر صفقة عقدت مع شركة لبنانية وهمية تدعى تأسيس محطات الكهرباء بعشرة مليار دولار في أثناء حكومة المالكي الذي لم يعرف حتى اسم الشركة حينها. دول الجوار تعتاش أيضا على الدولار العراقي المسروق من قوت الفقراء والمتقاعدين ومن مستقبل الشباب المجهول بل والخطير بسبب عمالة الأحزاب التي لا يملك قادتها أي وجدان وضمير، حيث تستنزف قوت الفقراء العراقيين بإشراف سيد الفاسدين علي العلاق مرشح الإطار الذي يدور حول نفسه لعقدين لجمع الدولار فقط على حساب خراب البلاد والعباد. ووفقاً لبيانات البنك المركزي تم بيع 825 مليوناً و580,155 دولاراً خلال الأسبوع الماضي، وذلك على مدار 4 أيام فقط من الأسبوع التي فتح بها المزاد، علماً أن ما نسبته 90% من تلك الأموال تذهب لجيوب الأجانب والعراقيين المرتبطين بهم الذين يسهلون إخراج تلك العمولات الصعبة بتوافقات مسبقة. عن الفساد العلمي وتحوله إلى سلاح في يد الفاسدين، كتب طلال ناظم أزهري: في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات العراقية المتعاقبة مواجهة مظاهر الفساد السياسي والإداري والمالي المستشري في مختلف المؤسسات الحكومية منذ أكثر من عقدين من الزمن، تسلل نوع آخر من الفساد إلى المجال الأكاديمي، ألا وهو الفساد العلمي الذي أصبح يمثل تهديدا خطيرا لنزاهة المؤسسات التعليمية، حتى إن تفشي مظاهر الفساد العلمي كانت قد أضافت بعدا جديدا إلى مشهد الفساد المعقد بالفعل. ومع الإقرار بخطورة الفساد العلمي نجده غالبا خارج دائرة الضوء، إذ تركز وسائل الإعلام والصحافة على الفساد السياسي والإداري والمالي، في حين تمر مظاهر الدقيقة للفساد العلمي من دون أن يلحظها أحد. إذا ما أدركنا أن تأثير الفساد العلمي في أي ممارسة له سوف يؤدي في المحصلة النهائية إلى إعلاء سدة الفاسدين ويعطي لهم الغلبة في قيادة المؤسسات التعليمية مستقبلاً، وهو أمر إن حصل سوف يقضي تدريجياً على السمعة العلمية للجامعات العراقية. اليوم نتحدث عن ممارسات أكثر خطورة تعدت الطلاب لتصل إلى الكوادر التعليمية. على سبيل المثال، يعد انتحال الصفات الأكاديمية من خلال تزوير الشهادات والألقاب الأكاديمية أحد مظاهر الفساد العلمي الذي يمكن أن يقوض مصداقية المؤهلات التعليمية محلياً ودولياً. علينا أن نعترف مسبقاً أن اختيار القيادات الإدارية في الجامعات العراقية واقع يقدم الارتباط الحزبي على المؤهلات الأخرى انسجاماً مع التحاصص الحزبي في باقي المؤسسات الحكومية. وفي تقديري الشخصي إن هذه الممارسة يمكن أن تختزل كل مظاهر الفساد العلمي الأخرى، وعلى المستقبل المنظور نتوقع أن تمتد الأضرار المحتملة
للفساد العلمي لتشمل تآكل النزاهة الأكاديمية، الأمر الذي سوف يقوض مصداقية وسمعة الجامعات، مما يؤدي إلى فقدان ثقة الجمهور في النظام التعليمي. ننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ومقال كتبه جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب. شرح في مقاله كيف فاقم الرئيس الأمريكي جو بايدن مشكلاته في منطقة الشرق الأوسط. فقد ذكر بولتون أن التقارير الإعلامية التي سبقت الغارات الأمريكية على أهداف إيرانية وميليشيات مدعومة من إيران في سوريا والعراق واليمن قد أشارت إلى مخاوف إدارة بايدن من احتمال توسع النزاع في الشرق الأوسط. إدارة بايدن شنت غاراتها بدقة فائقة وقالت إن هذه الضربات لا تفسد المفاوضات، ورتبت الغارات الجوية أيضاً على أنها لا تمنع السعودية من الاعتراف بإسرائيل، كما لا تعرقل رغبة الرئيس بايدن في سحب القوات الأمريكية من سوريا والعراق، ولا تعرقل أيضاً جهوده للعودة إلى اتفاقية 2015 النووية مع إيران وأشياء أخرى. ويرى بولتون أن بايدن وضع استراتيجيات وأهدافاً متناقضة يستحيل تحقيقها مجتمعة مثلما أرادها أن تتحقق، فالولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تطرح أحلاماً، وإنما عليها أن تضع أولويات واستراتيجيات واقعية وتعمل على تحقيقها. فلا يمكن على حد تعبيره أن يلج أكثر من جمل واحد في سم الخياط. ويصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق أهداف بايدن بأنها أحلام لا يمكن تحقيقها في الواقع، مثل تولي السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، لأنها بحسب الإسرائيليين ضعيفة وفاقدة للشعبية، ولا يمكن الوثوق بها في الضفة الغربية، ناهيك عن حكم غزة بعد الحرب. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالا بعنوان تهميش المظلومين، قنابل موقوتة بوجه الظالمين، للكاتب أحمد موفق زيدان. اليوم نواجه المشكلة نفسها، ليس في فلسطين والعراق واليمن ولبنان فحسب، وإنما في بقاع عديدة، بحيث أن واشنطن تفضل التعامل مع عصابات وأقليات طائفية تقمع أغلبية انتفضت بوجه التهميش والحرمان، وتحسب واشنطن أنها بذلك ستنجح وتحقق أهدافها في سحق هذه الأغلبية، كما أفلحت من قبل على مدى عقود بقمع تلك الأغلبية وطمس هويتها وإسكات صوتها، ولكن على أيدي أقلية استبدادية شمولية ديكتاتورية وعسكرية. اليوم نواجه نفس المشكلة، ليس في فلسطين والعراق واليمن ولبنان، وإنما في بقاع عدة، بحيث إن واشنطن تفضل التعامل مع عصابات وأقليات طائفية تقمع أغلبية انتفضت بوجه التهميش والحرمان، وتخال واشنطن أنها بذلك ستنجح وتحقق أهدافها في سحق هذه الأغلبية، كما أفلحت من قبل وعلى مدى عقود بقمع هذه الأغلبية وطمس هويتها وإسكات صوتها، ولكن على أيدي أقلية استبدادية شمولية ديكتاتورية عسكرية، متناسية أن التاريخ غير التاريخ والزمان غير الزمان. وإن كان المكان نفسه وعينه، فهذه القنابل الموقوتة ستنفجر بوجه واشنطن وغير واشنطن يوما ما، وقد يكون قريبا. اليوم في سوريا نرى هدوء ما قبل العاصفة، حيث رأينا خلال سنوات الجمر الماضية من الثورة السورية تواطؤ الكثير من الدول والجهات على الشعب السوري وثورته، كما تم التآمر على ثورات الربيع العربي ورموزه في مصر واليمن والعراق وليبيا وتونس، ولكن نرى معه أيضا تراكم الغضب والحقد على كل ما هو ظالم يسعى لتهميش المظلوم والمحروم وتهميش قضيته المحقة وفرض أجندات الآخرين. هل انقلبت انتخابات الجنرالات على الجيش في باكستان
هذا التساؤل يجيب عنه موقع ميبيا نيوز التركي الذي نشر مقال رأي للكاتبة ليلى جاسينتو سلطت فيه الضوء على الانتخابات الباكستانية وصراع الجنرالات على الحكم، إذ قالت الكاتبة في أثناء تقريرها إن الانتخابات العامة الباكستانية للعام الحالي وصفت بأنها الأكثر تزويراً في تاريخ البلاد، وذلك بسبب منع ترشح عمران خان الشخصية المحبوبة للغاية في البلاد. ودعم الجيش لرئيس الوزراء السابق نواز شريف جاء ذلك قبل أن تظهر النتائج، قبل أن تظهر تقدم المرشحين المستقلين المدعومين من خان في السباق. يبدو أن البلاد قد دخلت في مدة من الاضطرابات بعد احتجاج الناخبين الغاضبين على شعورهم بتدخل الجيش في السياسة. قبل عملية التصويت كان هناك إجماع على أن الجيش سيظل ممسكاً بزمام الأمور بغض النظر عمن يشكل الحكومة، وكان على الإدارة المدنية المنتخبة حديثاً أن تلتزم بقواعد لعبة القوة في باكستان من أجل البقاء. من ناحية أخرى، طورت باكستان خلال تاريخها البالغ 76 عاماً نظاماً يوصف من قبل بعض الأكاديميين باسم النظام الهجين، وهو مزيج من السياسة المدنية وتدخل الجيش في الديمقراطية الانتخابية. وبموجب هذه الاتفاقية الضمنية يتحكم الجنرالات في الدفاع والسياسة الخارجية، بينما يتركون القضايا الاجتماعية والاقتصادية الداخلية للسياسيين. ومع ذلك تغير هذا النموذج الهجين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى جر باكستان إلى أرض خطرة، والشخص الذي يعتقد أنه يتخذ القرارات في الجيش لم يساهم كثيراً في الثقة الوطنية. وهذه وقفة قصيرة مشاهدينا مع الرسوم الكاريكاتيرية. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. من موقع الجزيرة نتابع أجمل وأغرب صور لكأس أفريقيا التي حفلت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي أزدل الستار عليها هذا الأسبوع في ساحل العاج. حفلت بكثير من الصور الجميلة والغريبة التي تروي قصصا من هذه البطولة، وننتقي بعض الصور من هذه البطولة التي حفلت بالنتائج الصادمة والمفاجآت.
إذ انتهت البطولة بتتويج درامي لصاحب الضيافة منتخب ساحل العاج بعد فوزه في المباراة النهائية 2-2 لنيجيريا على ملعب الحسن واتارا في أبي دجان. قبل الختام مشاهدينا، فنتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Those who say that under no circumstances should we enter Rafah are basically saying lose the war, keep Hamas there. إلا ربع كنا نايمين عادي طبيعي زي كل مرة يعني بننام على خبط خفيف كان وشي، فجأة لقينا الخيام ضوية حمر وصار قصف مش طبيعي من كل الجهات، يعني ما عرفناش وين نروح، نطلع برا نلاقي متصوبين هان ومتصوبين هان، ما عرفناش وين نطلع وين نجري. في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، من الرافدين تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم.